السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنشرح كيفية ترجمة فيديوهات اليوتيوب إلى العربية بالهاتف فقط. الأمر سهل وبسيط بدون تطبيقات ولا برامج. إذا كان أول مرة تشاهدنا فنرجو أن تشترك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أول حاجة نفعلها نذهب إلى جوجل كروم ونفتح جوجل كروم ونضغط على 3 نقاط. بعد ذلك نذهب إلى الموقع الإلكتروني نضغط عليه ليصبح عندنا كأننا نعمل على الحاسوب. بعد الضغط على هذه نكتب يوتيوب في هذه الصفحة يوتيوب. هنا تصبح هنا لا الشاشة كأننا نعمل على الحاسوب. بعد ذلك نخرج ونذهب إلى جوجل تراديكسيون للترجمة. هذا يمكنك تنزيله من جوجل بلاي أو بلاي ستور، مهم جدا في الهاتف. نضغط على جوجل تراديكسيون ونذهب مثلا نكتب فن التصوير، مثلا فن التصوير، أنت ابحث كما شئت. فن التصوير نقوم بنسخ البحث. ونذهب إلى تلك الصفحة التي فتحناها في جوجل كروم هذه، ونقوم بلصق البحث أي فن التصوير. نضغط على البحث ننتظر قليلا، الانترنت ضعيف شيئا ما. هنا نجد العديد من الفيديوهات، ولكن نحن اليوتيوب تفرض علينا شروط، علي أن أستعمل الفيديوهات المسموح لكي لا أتلقى إنذار أو حقوق طبع النشر. هنا أذهب إلى الخيار الفيديو الثاني، مثلا الفيديو الثاني نضغط عليه هكذا. بعد ذلك نقوم بإيقاف الفيديو ونذهب إلى أسفل الفيديو، نبحث عن هذه الأيقونة نضغط عليها تصبح حمراء كما تظهر في الفيديو. وبعد ذلك نذهب إلى الإعدادات نضغط عليها. هنا نجد الترجمة والشرح، هذه الفيديو مترجم إلى الإنجليزية تلقائيا. هنا الترجمة التلقائية نضغط على الترجمة والشرح والترجمة التلقائية، وهنا نجد العديد من اللغات فما سوى الضغط على اللغة التي تريد الترجمة بها. إذا كانت لديك الهاتف باللغة الفرنسية أو الإنجليزية فالأمر سهل لأنها ستجدها هي الأولى، أما إذا كان بالعربية فما عليك إلا تمرير بلطف لكي لا تترجم الفيديو باللغة التي تضغط عليها، التمرير بلطف. أما إذا كان لديك بالفرنسية أو الإنجليزية فالأمر سهل للغاية لأن الفرنسية تبدأ بحرف الأ، وهنا نجد العربية نضغط عليها وننتظر قليلا. هنا أصبح الفيديو مترجما إلى العربية كما تشاهد. الفيديو الآن أصبح مترجم إلى العربية بطريقة سهلة وبسيطة وبدون برامج، فقط بتتبع الخطوات التي قمنا بها.
هنا كما يظهر لك أن الترجمة تمر بسرعة، ما عليك سوى الذهاب إلى الإعدادات والضغط على الإعدادات والذهاب إلى السرعة، نعم كما ذهب بالسرعة والضغط على 0.5 أو 0.25، هذه تبطئ الفيديو. وهنا تقرأ الترجمة بدون، كما تشاهد الآن الترجمة لم تعد سريعة ويمكنك قراءتها، لأن اللغة الإنجليزية يتكلمون بسرعة وتمر الترجمة بسرعة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.